السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم اليوم في وصفة جديدة اللي هي السلطة. سلطة متنوعة، يعني فيها الطماطم، لداند او الدجاج على حسب رغبتكم، السوريمي. المهم بالنسبة للسوريمي مدخن هنا عندي، بالنسبة اللي ما عرفوش فهو هذا غتتباع في المتاجر، في المحلات التجارية الكبرى كيتباع فيهم. غادي نحتاجو المايونيز، هذاك السوري من قطعوه طريفات صغار، مايونيز كذلك. راه سبق لي غنوضع لكم الرابط اسفل الفيديو. عندي هنايا طماطم مقطعه، عندي لداند اللي غادي نوضع لكم الفيديو ديال طريقه الطياب ديالو، ارز وخس مقطع والملح. وبالنسبه عندي ايضا الافوكا، فانا وضعتها في المجمد. ها هي عندي الافوكا، ايضا حبه افوكا تكون مقطعه طريفات صغار ونمروا للتقديم. بالنسبه للطريقه كيفاش تطيب اللدان فهي هذه، كما سبق ذكرت لكم، فكنوضع الزبده، تندير معها 3 فصوص ديال الثوم، كنديروها على نار مهيله، كنضيفوا ليها 3 فصوص ديال على هذا الشكل، 3 فصوص ثوم. نخلي الزبده ديالي تكذوب، تنضيف عليها قطع الصدر ديال اللداند. انا هنا استعملت لداند، نتوما يمكن لكم تستعملوا الدجاج ايضا على حسب الرغبه ديالكم. اذا انا ضفت اللداند ديالي مقطع طريفات صغيورين، كنقطعوه كنضيفوا من بعد التوابل اللي هي الابزار والملح والمنسمات. يعني انا دايره هنايا اليزير، يمكن لكم ديروا اي منسم تيعجبكم، الزعتر. وكنضيفوا هنايا غادي نوضع الملح وغنبقى نستمر في التحراك على هذا الشكل حتى كطيب. وكنخليو اللبن ديالنا فهو دغيا كيطيب، كيجي رائع ملي كتدخلوا دوك المكونات مع الزبده والمنسم، كيجي رائع. اذا ها هي لدينا لدان ديالنا اوفتاز، ملي كطيب كنزولوا ليها الثومه اللي درنا ليها، الاصابع الثوم داكشي اللي بقى، وكنحطوا في تكون جاهزه باش يبرد وباش يسهل علينا هكا نخدموا في الوصفه ديالنا. بالنسبه للتقديم ديال السلطه، فانا اول شيء غادي نوضع الارز ديالي اللي انا سلقته مع شويه الزيت والملحه. هذا الرز كلاصي ماشي رز عادي. كنوضع قطع الصدر ديال لداند، كتوضعوا الكميه اللي غتكفيكم. طماطم، هاد الوصفه كتجي في العشاء، كتجي هائله بالنسبه للعشاء، كتكفي يعني بوحدها ما تزيدي عليها حتى شي حاجه. بالنسبه للغداء يمكن ديريها كسلطه يعني في اطباق صغيره. كما شفتوا ملي كنضيفوا جميع المكونات، الخس، الافوكا. غادي نضيف الان المايونيز والحامض، انا كنستعمل الحامض بدل الخل. غادي نضيف السوريمي، اذا يعني من كيما شفتوا غير من الالوان فهي كتبان كتشهي. غادي نضيف المايونيز ديالي والحامض، اخر حاجه بقات لي الحامض. الملحه ما تنضيفهاش حتى تندوق، لان المايونيز غادي نوضع لكم الرابط اسفل الفيديو، سبق لي وقدمته لكم في وصفه من الوصفات. وكنحركوا الخليط ديالنا حتى كيتجانس مزيان، وكنمروا باش نوريكم طريقه التقديم اللي غادي نقدموا بها، طريقه بسيطه. اذا طريقه التقديم ها هي، غادي نحتاج الخس مقطع شويه كبير، والطماطم ديالي مقطعه على هذا الشكل طويل غادي تشوفوا. الخس غادي نديروه في الجناب فقط، غادي ندوروا على الاناء او الطبسيل ديالنا باش نوضع فوق منه الطماطم باش ما تزلقليش الطماطم، يعني تبقى شاده.
وانتوما كيبقى لكم الاختيار ديال التزيين، تقدروا ديروا الخيار كيجي رائع، او لي طوماط سوغيس هما تيجيو زوينين في التزيين. غادي نوضع الطماطم ديالي على هذا الشكل، يعني وحده فوق وحده، وانا غادا تكنسالي. بالنسبه لتزيين الطماطم دائما ما تنحيدوش ليها الزريعه، كنقطعوها هكاك باش كتعطي داك الديكور ده كيما شفتوا معايا. غادي نكمل الطماطم، غادي ندورها مزيان. انا هذا اقتراح فقط، حبيت نشاركه معكم لعجبكم. وطرق التزيين راها كثيره وعديده جدا. اذا انا ساليت الطماطم، الان غادي نمر باش نوضع السلطه ديالي. انا اختاريت انني نوضعها في هذا، يمكن لكم ديروا ايضا تشدوا زلافه عندكم وتدهنوها بقليل من زيت الزيتون وتعمروها بالسلطه وتقلبوها في التبصيل، كتعطي ايضا ديكور رائع. السلطة ديالي هي واجدة، نتمنى انها تعجبكم وتجربوها ان شاء الله. وان شاء الله كنوعدكم بالمزيد من المقبلات والسلطات في الفيديوهات القادمة. الى عندكم اي تعليق اي ملاحظة خليوها لي في التعليق اسفل الفيديو. وبسلام عليكم، الى اللقاء، الى فيديو اخر. بسلام عليكم، دمتم في رعاية الله.